على خط العمل التطوعي والتعاون المجتمعي مع مؤسسات الدولة، تعد المؤتمرات والورش التي تستهدف شريحة الشباب من القنوات الفاعلة والمهمة، كون تلك هي الشريحة الناجعة للنهوض بمستقبلهم ومجتمعهم. البيت الثقافي في ذي قار التابع لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وضمن برنامج التنمية البشرية لتدريب وتأهيل الشباب، أقام ورشة تدريبية بعنوان مهارات النجاح. ضمن اهتمامات وزارة الثقافة والسياحة والآثار دارة العلاقات الثقافية، البيت الثقافي في ذي قار يقيم ورشة تدريبية بعنوان مهارات النجاح، وذلك للحد من انتشال الشباب وتنميتهم من خلال الوقت، من خلال أنه ممارسة هوايات ومواهبهم. نتمنى من الجميع نشر هكذا ثقافات مفيدة ونافعة بخصوص الشباب والنساء بصورة عامة. نوقش في الورشة التي حضرها شباب وشابات يمثلون منظمات مجتمع مدني ومهتمون بهذا الشأن، القناعات المختلفة لدى الشباب لبناء منظومة فكرية تعمل على تطوير الإدارة، فضلا عن أنواع النجاح وعلى ماذا يرتكز الشاب لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه. اليوم في هذه الورشة التدريبية استطعنا أن نفكك القناعات وبناء منظومة ذهنية تعمل على تطوير الأداء لدى الشباب في الإنتاج والتميز والإبداع ضمن الإمكانيات المتاحة. هنالك جوانب علمية كثيرة جدا ممكن من خلالها يتحقق النجاح، هنالك جوانب عملية، هنالك جوانب أخلاقية. كلنا أمل بأن شبابنا المتطور والذي أثبت وجوده في كل الساحات حتى الدولية حتى المغتربين في الخارج أثبتوا عراقيتهم من خلال عدة مجالات في نجاحاتهم. تعزيز العمل التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات نفع عام أو مجموعات أو فرق تطوعية تعطي لمسات ناجحة في كافة المجالات، حيث تؤسس هذه الورشة قاعدة رصينة لتفعيل دور الشباب واستثمار طاقاتهم من أجل عراق مشرق. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سين الجوراني، الناصرية.